سلام متابعين بوتيكات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون تمام وين ما كنتم. اليوم راح نسوي لوك ناعم وبسيط، والاهم ان خطواته تكون سهله. خلكم معنا. والحين راح اسوي معاكم خطوه العين وخطوه كونتورينج الوجه. راح استخدم باليت اسمه هانيمون من جيرارد. راح استخدم هذا الباليت الناري من جيرارد، وهو باليت اسمه هانيمون. راح ناخذ نفس الدرجه بفرشه بنسل علشان نرسم نفس اللون. هم من جيرارد راح اخذ باليت ثاني اسمه ستارتك. الحلو انه في درجات مختلفة من الهايلايت اللي راح استخدمه علشان انور التشيكس وتحت الحاجب. راح اخذ نفس البرونزر، بس هالمرة راح استخدمه كبرونزر. من نفس الباليت راح اخذ اللون اللي بالنص اللي هو لون مبلشر، والدرجة قاتولية دابوحية. شوفوا معاي، الحين عاد اللحظة الحاسمة واللحظة اللي أنا وايد أحبها، ولقطة الهايلايتر. خطوة عندي اني انا اثبت الميك اب، واكيد اختياري سلاي اول داي ستينج سبراي من جيرارد. ليش؟ لانه يعادل دهون البشرة، والحلو يخلي الميك اب ثابت طول اليوم. والخطوة الاخيرة اكيد الحمرة.